بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، سعيد بأن أقدم لكم درسا ضمن مكون تاريخ يحمل عنوان الحرب العالمية الثانية، الأسباب والنتائج. سبق لكم أن درستم في إطار المجزوءة الأولى التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية في العالم في القرن 19، والتنافس الإمبريالي واندلاع الحرب العالمية الأولى، وأدركتم تلك العلاقة التي تربط بين الحدثين، بحيث أن التحولات التي عرفها العالم خلال القرن 19 كان لها دور في قيام التنافس الإمبريالي هذا الأخير بأزماته مهد لاندلاع حرب عالمية أولى. وفي إطار دروس المجزوءة الثانية درستم أوروبا من نهاية الحرب إلى أزمة 1926، وتعرفتم على مختلف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الدول الأوروبية. في إطار استكمال معطيات تاريخ العالم سنتناول هذا الدرس، ونروم من خلاله تحقيق الأهداف التالية: إبراز أسباب الحرب العالمية الثانية ومراحلها، استخلاص نتائجها البشرية والاقتصادية والسياسية، واتخاذ موقف سليم من الحرب، وتقدير قيمة هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم. كما سبق أن أسلفت، فتطورات العالم الرأسمالي خلال فترة ما بين الحربين هي التي مهدت لاندلاع حرب عالمية ثانية ما بين 1939 و1945. طبعا هذه الحرب خلفت نتائج كان لها تأثير على العلاقات الدولية فيما بعد. سنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة إشكالات: ما هي أسباب الحرب العالمية الثانية؟ ما هي المراحل الكبرى للحرب العالمية الثانية؟ وما هي نتائج الحرب العالمية الثانية؟ طبعا في تمييز الأسباب سنعتمد معيار الزمن، أي درجة القرب أو البعد من الحدث، وهنا سنميز بين أسباب غير مباشرة وسبب مباشر. بالنسبة للأسباب الغير المباشرة أو غير المباشرة، فهي تتضمن دور مخلفات معاهدة السلام، دور أزمة 1929 في توتر العلاقات الدولية، دور السياسة التوسعية للأنظمة الديكتاتورية، وعجز عصبة الأمم عن الحفاظ على السلم العالمي. سبق لكم أن درستم في إطار نتائج الحرب العالمية الثانية خاصة على المستوى السياسي ما يتعلق بتلك المعاهدات التي فرضها الحلفاء على الدول المنهزمة في الحرب، وأخص بالذكر هنا معاهدة فرساي. هذه المعاهدة التي فرضت على ألمانيا يوم 28 يونيو 1919، فتضمنت شروطا قاسية شملت المجالات السياسية العسكرية وكذلك الاقتصادية، وأهم شيء أنه تم اعتبار ألمانيا مسؤولة عن الحرب، وبالتالي يجب أن تتحمل الخسائر الناجمة عنها. طبعا هذا السلام كان نسبيا لأنه يتضمن في طياته صراعا خفيا، خصوصا وأن الألمان اعتبروا المعاهدة إهانة لهم، وبالتالي التفوا حول هتلر الذي أقسم بأنه سيعيد أمجاد ألمانيا. دور الأزمة الاقتصادية في توتر العلاقات الدولية رأينا في إطار دروس درس أوروبا من نهاية الحرب إلى أزمة 1929، بأن الأزمة الاقتصادية العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية كان لها تأثير على أوروبا من الناحية السياسية والاقتصادية، فقد تضرر الاقتصاد الأوروبي خاصة في ألمانيا، كما أن الانعكاسات الداخلية للأزمة قد ساهمت في أزمة الديمقراطية وتصاعد الأنظمة الديكتاتورية. وفي إطار معالجة تداعيات الأزمة هناك توجهين، فبالنسبة للقوى الاستعمارية
يتعلق الأمر بفرنسا وإنجلترا اتجهت إلى تكثيف الاستغلال الاستعماري للمستعمرات. في المقابل نجد الدول الديكتاتورية قد اعتمدت في البداية على الذات، لكنها سرعان ما ستلجأ إلى التوسع، وهذا ما سيساهم في توتر العلاقات الدولية ويمهد لاندلاع حرب عالمية ثانية. السياسة التوسعية للأنظمة الديكتاتورية، نعني بذلك اليابان، إيطاليا وألمانيا في عهد هتلر. فاليابان قد اتجهت نحو الشرق الأقصى من خلال فرض الحماية اليابانية على منشوريا، وخلال الفترة ما بين 1937 و 1939 احتلت اليابان أجزاء من الصين. أما بالنسبة لإيطاليا فقد اتجه اهتمامها نحو الحبشة، حيث قامت باحتلالها سنة 1935. ضمن توسعات الأنظمة الديكتاتورية كسبب غير مباشر لاندلاع الحرب، نشير إلى توسعات هتلر إلى غاية 1939، فقد أعاد تسليح رينانيا في مارس 1936، وهو بذلك يبرز عدم الالتزام بشروط معاهدة فرساي، وقام بضم النمسا وضم إقليم السوديت والتوسع في تشيك. طبعا مختلف هذه التوسعات عبرت أو أبانت عن عجز عصبة الأمم كمنظمة دولية تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية أو الأولى لإقرار السلم. طب عجزت عن إقرار السلم، والأحداث التالية تبين ذلك. نشير إلى الاعتداءات اليابانية ضد الصين، غزو إيطاليا للحبشة، والتحديات التي بدأ هتلر منذ قراره بإعادة تسليح رينانيا. طبعا الدول الثلاث انسحبت من العصبة، وحدث تقارب في إطار المحور الثلاثي روما برلين طوكيو. إذن بعدما تناولنا الأسباب غير المباشرة التي مهدت لاندلاع الحرب العالمية الثانية، نمر للسبب المباشر. هتلر في إطار سياسته التوسعية نهج ما عرف بسياسة المجال الحيوي، وهو التوسع على حساب المناطق المجاورة لتأمين الموارد الغذائية للشعب الألماني، في نفس الوقت الاستعداد للحرب، فاتجهت أنظاره نحو بولونيا، وفي الوقت نفسه تعهدت فرنسا وبريطانيا بحماية الأراضي البولونية من أي هجوم ألماني. فدخلت القوات الألمانية أراضي بولونيا يوم فاتح شتنبر 1939، وبعد رفض هتلر سحب قواته من بولونيا أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب عليه، وانطلقت الحرب العالمية الثانية يوم 3 شتنبر 1939. إذن بعدما تطرقنا لمختلف الأسباب التي مهدت لاندلاع الحرب العالمية الثانية، نمر لكي نتوقف عند المراحل الكبرى للحرب العالمية الثانية، وأشير إلى أن المراحل تعتبر أساسية في استيعاب تطور الحدث أي الحرب العالمية الثانية، رغم أن الإطار المرجعي للامتحان الجهوي لمادة الاجتماعيات السنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية، علوم اقتصادية ورياضية وعلوم شرعية يقتصر على الأسباب والنتائج. وأفتح قوسا هنا لأذكر أعزائي التلاميذ والتلميذات بأن الوقوف عند المراحل يكتسي أهمية على مستوى الاشتغال على الوثائق، خاصة وأنه ضمن المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي يجب أن نقف عندها، مصطلحي دول المحور ودول التحالف. دول المحور في إشارة إلى اليابان، إيطاليا وألمانيا، ودول التحالف في إشارة إلى بريطانيا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك على مستوى الموضوع المقالي، فيمكن أن يشكل أو أن تشكل الإشارة إلى مراحل الحرب كنقطة انتقال
من تناول أسباب الحرب العالمية الثانية ثم المرور إلى دراسة النتائج. عموما فالامتداد الزمني للحرب العالمية الثانية كما هو مبين أمامكم في هذا الخط الزمني امتد من سنة 1939 إلى سنة 1945، وهنا نميز بين مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى من سنة 1939 إلى 1942 تميزت بهجومات دول المحور، أما المرحلة الثانية فقد ميزها انتصارات الحلفاء، ولعل المنعطف الأساسي الذي غير موازين القوى داخل الحرب هو دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء عقب الهجوم الياباني على قاعدة بيرل هاربر بالمحيط الهادئ. إذن نمر الآن لدراسة النتائج التي ترتبت عن الحرب، وهنا سنميز بين النتائج الديمغرافية والمادية والاقتصادية للحرب وكذلك النتائج السياسية. هناك من يمزج النتائج المادية والاقتصادية في خانة واحدة، ولكن رأينا أن نفصل في هذه المعطيات لكي يسهل استيعابها من طرف مختلف المتعلمين. فبالنسبة للنتائج الديمغرافية، أدت الحرب إلى ارتفاع عدد القتلى، ونأخذ مثالا هنا فبالنسبة للولايات أو للاتحاد السوفيتي فقد فقدت 10.2 مليون نسمة ما بين المدنيين والعسكريين. أدت الحرب كذلك ضمن النتائج الديمغرافية إلى كثرة الجرحى والمعطوبين والمفقودين سواء في صفوف المدنيين أو العسكريين. أما بالنسبة للنتائج المادية فقد أدت الحرب إلى تدمير المنازل والبنيات التحتية للاقتصاد، وخربت مدن بأكملها. مثلا في الاتحاد السوفيتي تم تدمير 1700 مدينة و 80% من تجهيزات الموانئ و 20% من الرأسمالي العقاري. أما بالنسبة للنتائج الاقتصادية فالحرب أدت إلى تراجع الإنتاج الاقتصادي، كما أن النفقات العسكرية قد امتصت جزءا كبيرا من الناتج الداخلي الخام للدول المشاركة في الحرب. وهنا نعطي مثالا، ففي سنة 1945 خصص الاتحاد السوفيتي 35.1% من الناتج الداخلي الخام للنفقات العسكرية. ألمانيا بدورها خصصت أكثر من ذلك، أي 65.5% لنفقات العسكرية. طبعا إذا كانت أوروبا قد سجلت تدهورا اقتصاديا بفعل تأثير الحرب العالمية الثانية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد حققت تطورا اقتصاديا. نمر الآن إلى دائما في إطار النتائج التي ترتبت عن الحرب إلى النتائج السياسية. أمامكم أعزائي التلاميذ خريطة تبين بعض التحولات التي حدثت بفعل تأثير الحرب العالمية الثانية. نبدأ بوضعية ألمانيا. كما تلاحظون فقد تم تقسيمها بين الحلفاء إلى 4 مناطق: منطقة النفوذ البريطاني، منطقة النفوذ الفرنسي، منطقة النفوذ الأمريكي، ومنطقة النفوذ السوفيتي. طبعا كما هو مبين أمامكم، لاحظوا بالنسبة لبرلين تم تقسيمها بين الحلفاء، أي التقسيم الرباعي لبرلين، ونفس الأمر حدث بالنسبة لفيينا. كما تلاحظون بأن الاتحاد السوفيتي قد تمكن من التوسع في اتجاه الغرب، وتوسع المجال الترابي لبولونيا، ونفس الأمر حدث لبلغاريا. إذن عموما فالحرب العالمية
الثانية قد أحدثت تغيرات على مستوى الخريطة السياسية الأوروبية، وهو ما توضحه الخلاصات التالية. سبقا أشرت إلى أن ألمانيا تم تقسيمها إلى مناطق للنفوذ البريطاني والفرنسي والأمريكي والسوفياتي. كذلك هناك احتلال رباعي لبرلين وفيينا من طرف الحلفاء. توسع الاتحاد السوفيتي بضم أراضي في الغرب، منها إستونيا وليتونيا وليتوانيا ومناطق أخرى، كما أن فرنسا تمكنت من استرجاع مختلف أراضيها، وأشرت سابقا إلى توسع مجال بولونيا وبلغاريا. إلى جانب هذه النتائج السياسية التي تتضح من خلال تغير الخريطة السياسية الأوروبية، نشير كذلك إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة. فقد أشرنا إلى أنه من بين الأسباب التي مهدت لاندلاع الحرب هناك عجز عصبة الأمم، حيث أبانت مجموعة من الأحداث عن عدم قدرة هذه المنظمة على القيام بالتزاماتها فيما يخص السلم والأمن العالميين، مما فرض ضرورة إحداث منظمة أخرى، وتم إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي كان من أهدافها الأساسية إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والحفاظ على السلم العالمي. ولتفعيل مقتضيات المنظمة الجديدة تم إحداث عدة أجهزة إدارية ومؤسساتية. كذلك ضمن النتائج السياسية برزت قوتين جديدتين لقيادة العالم، هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وكنتيجة لخلافهما على مستوى التوجه فقد قامت الحرب الباردة بين الطرفين، طبعا خلال الفترة ما بين 1947 التي عرفت حدث مشروع مارشال كرد فعل تجاه المد الشيوعي السوفيتي، ثم الحدث الأخير هو سقوط جدار برلين سنة 1989. أشير إلى أن تناولنا لهذا الدرس كان انسجاما مع المدخل السببي الكرونولوجي الذي يراعي تسلسل الأحداث زمنيا، لذلك بدأنا بالأسباب ثم توقفنا عند المراحل الكبرى لنمر لدراسة النتائج. هناك صيغة أخرى لتناول هذا الدرس يتعلق الأمر بالمدخل المنهجي، أي الذي يرتكز في البداية على التعريف بالحدث، ثم البحث عن العوامل المفسرة للحدث، ثم النتائج التي ترتبت عن الحدث. وهذا يجب أن ينتبه إليه أعزائي المتعلمين وعزيزاتي المتعلمات، خاصة وأن الإطار المرجعي ينص على إعمال النهج التاريخي في كتابة الموضوع المقالي أو الاشتغال على الوثائق. إذن يمكن أن يكون السؤال بنفس الصيغة التي تناولنا بها الدرس، أو يكون السؤال يبدأ بالمراحل التي مرت من الحرب، ثم نطرح سؤال حول الأسباب التي مهدت للحرب، ثم النتائج التي ترتبت عن الحرب. تلاحظون بأن هناك تعاقب في الأحداث. إذا أردنا أن نضع خلاصة لما رأيتموه حول تاريخ العالم، فيمكن أن نستخلص بأن مختلف التحولات، سواء منها الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، قد أدت إلى ظهور الإمبريالية كحركة توسعية. وعندما اهتمت مختلف الدول الصناعية الأوروبية بالتوسع، اشتد التنافس الإمبريالي حولها، وهذا التنافس ترتبت عنه أزمات، وتلك الأزمات كانت سبباً في قيام حرب عالمية أولى ما بين 1914 و1918. هذه الحرب التي خلفت نتائج، هذه النتائج أحدثت تطورات داخلية، يعني داخل أوروبا، تناولتموها من خلال
بعض الأمثلة بدءا بروسيا التي عرفت بروز النظام الاشتراكي، مرورا بفرنسا التي عانت من مشاكل اقتصادية واجتماعية انعكست على الحكومة التي تحملت المسؤولية في ذلك الوقت، ثم إيطاليا وألمانيا اللتين تضررتا من نتائج الحرب العالمية الأولى، وأدى ذلك إلى تزايد المد الدكتاتوري من خلال بروز الفاشية والنازية. وطبعا رأينا بأن مختلف هذه التطورات التي تدل على وجود أزمات سياسية واقتصادية عرفها العالم الرأسمالي قد أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، ونشير إلى أن الحرب العالمية الثانية كان لها تأثير على العلاقات الدولية فيما بعد من خلال انقسام العالم إلى معسكرين، معسكر رأسمالي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ومعسكر اشتراكي تتزعمه الاتحاد السوفيتي، فدخل العالم في مرحلة القطبية الثنائية. أتمنى أن نكون موفقين في هذا تقديم هذا الدرس، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى درس آخر بحول الله، والسلام عليكم.